عليكم غزالة ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى يا ربي تكونوا كاملين بخير وعلى خير واموركم طيبه واحوالكم جيده. مرحبا بكم ومرحبا بالناس الجداد اللي يلاه التحقوا بالقناه. كنقول لكم مرحبا والف مرحبا، نورتونا ونورتوا القناه. مرحبا بكم كاملين كاملين كاملين، خوتي خواتي خواتاتي خواتي اختو اخوات خواتاتي خواتاتي صافي. بالنسبه للبنات اللي يلاه التحقوا، البنات القدامي رحبوا بهم ويقولوا لهم مرحبا والف مرحبا. المهم بنات، يلا نلبس جلابيتي وراني غادي نخرج دابا، غادي نمشي نقضيو شي اغراض انا وحامد، شي اغراض اللي في كان، وداك الساعه ان شاء الله غادي نمشيو انا ونمشيو عند ماما موراها للدار، وعاد داك الساعه نمشي المرجان نديكم معايا. المهم هاد النهار فين ما مشيت غنديكم معايا، تشوفوا اي حاجه درتها باش نكسيو الروتين ديال الجميع الدار والتخمال وهادي وهادي. اختي مالنا على حالتنا؟ نوضوا نخرجوا نتسارعوا، مالنا مالنا مالنا. المهم هاني هبطت دابا، غادي نهبط دابا نمشي. عرفتوا شنو؟ كنشوف هاد الكريم شونتيي بقات لي، وكنفكر واش ندير بها شي حاجه ولا لا. بقات لي هاد البواطه هادي، كنفكر ندير بها شي حاجه. هذا مكان الزوينات ديالي، فغادي نخرجوا دابا. انا هز غير حوايجي. عرفتوا شنو؟ بالعكز ما نقدرش نطلع في الدروج للسطح، انا غنوريكم. ما نقدرش نطلع الدروج في السطح، شوفوا فين فين نشط الحوايج هادي ديال الدروج. ما نقدرش نطلع للسطح والله العظيم. ناري حميد خرج وخلى الفرفره كتفرفر هكا صافي. المهم شوف البالونات باقيين، الحوايج ديال الدريب تاعو باقي، كلشي باقي عندي في الدار. نجمع غير داكشي اللي غادي نحتاج. البنات اللي كيقولوا لي الريحه المفضله دي سلام متهرش، كون غير تهرس كيقول لك كاسي تهرس كيهز لباس. البنات اللي كيقولوا لي الريحه اللي كتستعملي، صراحه كندير هذه ديال العبار، كتعجبني كتحمقني انا هذه ديال العبار. كتجيني مع هذه ديال بحال فرايز فروي، ديال الفروي. غادي ندي معايا مشيطه الطوموبيل حيت مع البرد كيدير الشعر. ندير مشيطه هاكم، ندي القيبط. مرشوش هذا هو المهرس لنا. ايوا خلاص هادشي غادي ناخذ هزيت البيرمي. المهم بنات راني دابا في الطوموبيل، يلا طلعنا. حميد نسى شي حاجه في الدار ورجع موراها. الصراحه واحد الحراره ديال بصح، وجاني الصهد بزاف. الله ما يكون جاي داك من الطوموبيل هنايا، على الله واعر ما عنديش فين نزيد، يمكن جاي هنا. سمحوا لي البنات ندوي. واه جا دايز، كنت كنطلب الله وعسى ما يجيش دايز، لكن جا دايز ما شي مشكل. مهم حميد تطلع ليا كيف ما قلت لكم، خارجه دابا نمشي نقضي شي اغراض مع حميد، وعاد داك الساعه نمشي عند ماما ونمشيو داك الساعه المرجان ان شاء الله باذن الله. عرفتوا شنو؟ هاد العكر كيبان احمر بزاف في الكاميرا، ولكن اللي شتيه فاسره غوز بارد، ما فهمتش علاش. واش زعما يمكن حيت لابسه الحمر وكي ما فهمتش، حيت انا كيعطيني دابا ما نقدرش نخرج بها هكا، كيعصبني. ابقى حتى نوصل نزل الطوموبيل وغادي نحيدو، حيت ما نقدرش نبقى بها هكا والله ما نقدرها. نقدرش كنحشم، كنحس بالانسان كيشوف فيا كيجي نمشي. ها هو حميد جاي. المهم بنات دابا راني غادا بعدا انا وحميد غيمشي ياكل شي حاجه، وداك الساعه غادي نمشيو شو سميتو المرجان. غادي نمشي انا وماما باش ناخذ شي حلوه لباين حميد وخوتو داكشي وولاد عمو وداكشي، لحقاش ما صلح لهم شي يجيو. راكم عارفين ما يمكنش حاجه التجمع مع الكونفينمو، ما قدرناش نديرو التجمعات، يعني اكثر من 15 واحد ولا اكثر من 10 الناس، وديجا كاينين غير الدراري الصغار وعادي، وكاينين تبارك الله بزاف. داكشي علاش غناخذ لهم حليوه ونطلعها لهم للدار، نحتفل معاهم عاوتاني شويه ونهبط في حالاتي باش ما يبقى حتى واحد نراضيو الخواطر هنا وهنا 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 وهنا، باش ما يبقى حتى واحد فيه الحال. راكم عارفين يعني بنادم راه انا ونكون غادي ندير واحد الحفله ولا شي حاجه ولو انها حتى حاجه، يعني شي حاجه بسيطه غيبقى فيها الحال. ولكن هما الصراحه متفاهمين، هما عارفين انه الكونفينمون، عارفين يعني هما ما كيجيوش عندي. دابا كاع من نهار بدا الكونفينمون راه ما جاوش عندي، راه اخر مره جاو عندي راه نهار ديال الحفله اللي رجعنا انا وحامد العرس الاسطوري.
حبيبتي يلا وصلنا دابا لواحد البلاصه مشي حامي جاب بيتزا غادي ناكلو النار. السلام عليكم، عاملين مع هادشي اللي علينا وكي دايرين الخوص مزيانين وجوتي مانيفيك معاك قصة الخوص قال لكم جوتي مانيفيك. المهم غادي ناكلو دابا وديك الساعة نرجع نقول لكم إلا مشينا لشي بلاصة سمعتو عيط عمقي كي دار طقطق. المهم شي جي دي معنا العزاز ما عقلش عليا قال لي غير صوري ما عقلش عليا البنات. المهم دابا غادي نضد نزيد ناكل معاه شويه وديك الساعه نكمل معاكم. حبيباتي يلاه جينا دابا عاد لواحد البلاصه نتعشاو فيها انا وحميد. الصراحه اليوم الصراحه البنات اليوم مشيت خديت واحد الحليوه وواحد والمناضه وداك الشيء ديال على حساب اللي درت الحفله. صراحه انا جاو عندي الصراحه بزاف كنقولها جات عندي مرات خوين حميد وخوه وماماها وشنو اخر شوف كان عرفتو شنو كنقلب باش نمسح حيت بانت لي بحال شي حاجه ولكن هي غير الاخر غير الاخر غير واحد الوسيخه. قلت لكم جات عندي ماين حميد الله يرحمه ويسعدها ويلي على جات عندي ماين حميد جات عندي اخت مرات خوين حميد وخوه ووليداتها وداك الشيء وماماها وجداتها وجاو عندي وحيت هما ساكنين حدايا فهمتوا حيت هما حدايا الدار حدا الدار ما باه وعمو داكشي ما صلحش يطلعوا. صراحه اختي انا ما جاتش مرات بابا حتى هي مسكينه يعني بزاف اللي ما جاوش ولكن بما انه انا بابا جا وماما جات وجا اخويا فضروري كان خاصني يعني تا بات حميد رغم انه ما قدرش يهبط حتى هو خصو حليوه ديالو فهمتي لو جيست كي كونط وصافي درت لو جيست وصافي مشيت خديت واحد الحليوه خديت معها المونيضات خديت معها داكشي ومشيت طلعته لهم باش يحتفلوا بيناتهم. قلت لهم ها هي حقكم ديال الحلوه باش ما بقاش عليا الاثم صافي. ان شاء الله تيسهل الله ويكون سهل هذا الكونفينمون هذا ويكون سهل هذا الكارثه العظمى هذه ان شاء الله باذن الله وديك الساعه نتجمعوا وغتكون 7 شهور باذن الله وغادي نتجمعوا مع العائله لا فامي كامله نتجمعوا ونديروا داك نديروا حفله ديال 7 شهور شي حاجه واعره ان شاء الله باذن الله. هذا ما كان مهم دابا غنهبطكم معايا فين غادي نمشي اوه هانتوما معايا شحال هادي ما قلت هذا هانتوما معايا اوه هانتوما معايا وهانتوما بلغتي عرفتوا شنو البنات كنحيد البلغه وكنسوق بالحفه. بغيت غير نجاوب البنات اللي كيسولوني على ود شوفوا حميد فيك عين البنات اللي كيسولوني منى كيفاش درتي يعني كيفاش تمشيتي صدقتي انا البنات راه 3 سنين هادي واحد الصهبه كيسمعك واه علاش هادو نجيبو التعبير هاك هادي 3 سنين البنات باش خديت البيرمي هاهي هادي 3 سنين باش خديت البيرمي وكنت اول مره غادي يعني السوق راه زعامه والله العظيم الا زعامه كنت اول مره غناخذ خديت البيرمي مشيت شديت الطريق الطويله مشيت حتى الخميسات حتى الخميسات يعني هذيك كانت اول مره غادي نشد طريق طويله ديال بصح كانت ديك النهار هذاك يلا خديت البيرمي موراها ما كاملش شي شهر ولكن حميد صراحة كان كيدير لي كل نهار كيكري طوموبيل يعني ديال ليكول كيدير لي ساعه جوج سوايع حتى ثلاثه السوايع مع المونيتور واخا واخده لو بيرمي وكيطلق لي يدي مزيان فالحمد لله والشكر لله. دابا انا اللي كندي ماما الفاس انا اللي كنسافر بيهم اني الا بغيت نمشي شي مدينه كنمشي الا كان حميد خدام كنوصلوا للخدمه حيت حميد كيخدم في وادام الليل كنوصلوا للخدمه حتى لوادام الليل. دابا منين بدا الخدمه حيت هاد الوقت كامل ديال الكونفينمون راه ما كانش خدام دابا عاد بدا الخدمه يعني صراحه ما وصلتوش دابا مع راكم عارفين الثقل وهادي وهادي كنساينو حتى كيجي كنبقى كندور انا وماما حتى كيجي وكنتلاقاو ونمشيو داك الساعه ندورو انا وياه. هذا ما كان يعني انا الصوغان طلقت يدي مزيان مع المونيتور هو اللي طلق لي يدي لواحد الدرجه ما تصورش يعني البنات اللي واخدين البيرمي ضروري تطلقوا يديكم في الاول مع المونيتور ما تجيوش تزعمي وتهزي الطوموبيل تلقي يديك مع المونيتور
ولكن مع المونيتور خص يكون فيك الزعامه. يعني مع المونيتور انا شوفوا انا راه ملي كنت كندوز البيرمي وحق الله العظيم كان عندي واحد المونيتور بعدا ديديكاس لخويا محمد من هنايا. الصراحه كان كيقول لي انتيا تبارك الله ما شاء الله، كيقول لي راه زعما ما عرفناش شنو، كيقول لي انت عقلك خفيف وديك الساعه مازال ما خديت لا بيرمي لا والو، عاد كنطا يعني الحاجه قبل ما كيقولها يلاه كيقولها كنديرها، يعني كلشي كنديرو بواحد الطريقه اللي هي صافي دغيا كنستوعب الامر دغيا كنفهم. وانا اصلا كان بابا مني كنت صغيره كان هكا كيجلسني على رجلي وكيعطيني كيفاش نسوق، ومني بديت كنكبر شويه كان كيطلق لي هكا الطوموبيل وجلس حدايا يقول لي انت كيفاش ديري كيفاش ديري، بحالي واخا نسيت وشحال ما سقت بابا كان باع الطوموبيل ما سقت، واخا هكاك بقيت عاقله يعني بقيت دايره في راسي انه ها كيفاش كيكون السوقان وها كيفاش كيكون السوقان. فاهم حاجه في السوقان هو الزعامه، راه الا زعمتي ماشي دهشي تشوفي شي حاجه ودهشي ولا لا. بحال انا الا شفت مثلا نشوف شي طوموبيل جايه عندي ندهش، لا خص تكون عندك رده الفعل، خص تكوني تفهمي، خصك عوض ما دهشي خصك تعرفي كيفاش تتصرفي باش تنقذي راسك. حيت انا وقع لي واحد كارثة، الا بغيتوني نعاودها لكم واخا هاني جايه، واخ صافي هاني جايه، شكرا مسيكن. كيبقى فيا هاد الوليد هذا، انا نمشي. قلت لكم الا بغيتوني نعاود لكم داكشي اللي وقع لي نعاودو لكم، ما كاينش مشكل بالغفله هي كنسوق بالحفه يا البنات، ما كاينش مشكل نعاودها لكم وشنو وقع وشنو درت يعني في ديك اللحظه هذيك شنو كنت درت. راه كنت غادي نمشي فيها لا انا لا حميد، كنا مشينا فيها يعني كنا غادي نموتوا ماشي غادي نعيشوا، ولكن عرفت كيفاش نتصرف وعرفت كيفاش نقدر راسي. البنات حميد جينا هنايا الباطوار راه كيغسل الطوموبيل، الباطوار البنات واحد العوينه عندنا راه وريتها لكم ديجا، وراه كيغسل الطوموبيل مسكين ها هو كيدير السبور. حميد راه داير الرياضه قاضي الغرض، شوفو تهزها الفوق فين كاتبه الفوق. قادر غرض حميد نوقفو هنايا غير اللي جاي يغسل الطوموبيل نقولو له راه نغسلولك. هانتوما شوفو البنات راها تهزها الفوق، باب الريح هاديك هي باب الريح، شوف باب الريح فينا هو. حبيباتي مشينا ل شوفو حبيبي جاب ليها وي، حنا في واحد القهوة دابا، شوفو مشيتها بالبيجامة. عيطو على حميد اليوم ما كانش خدام، سمحولي كيف ما قلت لكم اليوم البنات ما كانش خدام وعيطو له على غفلة الخدمة باش مشى، وراكم عارفين الترونسبور غادي يعطلو ومول الكريانات وداك الشي كيعاينو، فاضطريت انني انا نوصلو وديتو لهذا الوداملين، حيت وداملين راها بعيدة علينا 18 تقريبا شي 20 كيلومتر على تازة، ديتو ليها ويلا وصلنا دابا عاد لتازة للدخلة ديال تازة، ورحنا دزنا حميد داز لهنايا باش خدا شي حوايج وجاب لي واحد هاواي نبرد بيها تا الزاج يا الأخت شك تجميع هاواي ديال الزاج، جاب لي من القهوة واحد هاواي. ايوا وهذا مكان يا الفتيات، قبيله دزت لدارهم بالزمان تسكى
البنات اللي سولوني على البيرمي البنات، ان شاء الله باذن الله غادي نعطيكم وغادي نفهمكم وغادي نقول لكم كل شيء ونقول لكم كيف هكا مزيان. غادي نقول لكم كل شيء وغادي نقول لكم كيفاش انا تعلمت. والله العظيم الا تسهل السوق سهل سهل. انا ننصحك، شوفي نقول لك واحد الحاجه، سمعيني اختي اللي كتشوفي فيا، اول حاجه خص يكون عندك واحد الحاجه في عقلك، انه البيرمي ساهل والسوق ساهله سهل. البنات انا ما كرهتكمش، كاملين تكون عندكم بيرمي، كاملين يكون عندكم بيرمي وديروا الكوراج ودوزوا، حيت البيرمي راه ممكن تحتاج لبزاف د الحوايج. نفرضوا ان انتيا في داركم باباك عنده الطوموبيل ياك، لا قدر الله مرض ولا ماماك مرضت ولا باك ما كانش في الدار، شو غديري؟ تهزي الطوموبيل، ولكن غتمشي تعتقي امك ولا تعتقي باك ولا تعتقي خوك ولا تعتقي اختك. اما الا كان الطوموبيل حدا الدار وانتي ما عندكش بيرمي وما كتعرفيش تسوقي وهذا، راه ما تقدري ديري والو. البنات اللي سولوني على حميده البنات ما عندوش بيرمي، كيعرف يسوق ولكن ما عندوش بيرمي، الوغ ما يقدرش يسوق الطوموبيل، نخرقوا حنا القانون، ما يقدرش يسوق الطوموبيل بلا بيرمي، راه ما يمكنش. داكشي علاش تي ان شاء الله تيدي كان كيدوزو ما كملوش، تيدي البيرمي عاد داك الساعه يولي حتى هو يشطرق. هذا ما كان. فانا غنقول لكم حاجه وحده، ديري الكوراج ولو انك تجمعي غير 100 درهم في النهار وتديها شي ايكول وتحطيها لهم وتقول لهم ها هي 100 درهم تجمعي الفلوس، ولا مره في السيمانه ولا المهم داك الشيء اللي جمعتي ديه لهذا ليكول ديال البيرميات وداك الشيء وحطيه لهم وهما غادي يتكلفوا. تتسالي البيرمي ديالك، تتساليه. انا كنصحكم البنات دوزوا البيرميات، ماشي تقولي لا ما عنديش، راه كنا بنات وكنا مازالين يعني ما عندنا حتى شي حاجه، وكنا راه كنجمعوها بالدرهم ونخبعوها وكناخذوا داكشي اللي بغينا. حتى البيرمي هادشي اللي ديروا يعني خودي جمعي جمعي بالدرهم، راه غادي توصلي للبيرمي وغادي تاخدي. الله يجعلك انت اختي طولي عام كاع، المهم ديري البيرمي ديريه، هاني كنصحك هاني كنقول لك ديريه. هذا ما كان البنات، وكنسين دابا حميده هو غير يخرج وغادي نمشي لعند ماما باش نمشي نديها لديك البلاصه اللي بغات ان شاء الله. غدا باغي نطلعوا راس الماء الا كتب سيدي ربي وصافي.